شباب، طبعا انا مش ساحر ولا اي حاجة، بس لما تسمعوا الفيديو ده هتفهموا السؤال ده على طول. طبعا هما دول 3 اسئلة، هما معانا 20 MCQ تقريبا، وهيجي منهم 12 MCQ نركز عليهم كويس، يعني تمام، ب12 درجة و6 درجات واحد من 3 الاسئلة دول. الدكتور قال عايزهم ايه؟ عايزهم في جدول كده، وان يوضح ريليشن دايركت ولا اندايركت، بعدين نقول كده كلمتين بس. طبعا الكلام اللي هو على جنب ده انا كنت جايبه من السلايدز بتاعت الدكتور، والسلايد اللي عاملها لنا المعيد دكتور احمد سمير. تمام، احنا هنقول ايه؟ الفاكتورز اللي افكتنج انترناشونال تريد، انترناشونال تريد فلوز دي اللي هي الامبورت والاكسبورت، معانا الانفليشن، انفليشن معناها ارتفاع في الاسعار. تمام، الاندايركت والدايركت دي بحددها، لو دايركت مثلا، لو دايركت هقول على حاجه انها دايركت لو هي بتاثر دايركت، لكن لو في اندايركت ده في ان هي بتاثر على حاجه والحاجه دي بتاثر على حاجه، ده معناها اندايركت بشكل غير مباشر. المهم انفليشن معناها ايه؟ بيقول لك هنا انفليشن لما الانترست، لما الانفليشن يزيد اللي هو الارتفاع في الاسعار، الكرنت اكاونت بيقل في البالانس اوف بيمنت. وبعدين ايه اللي بيحصل؟ الامبورت بتزيد، يعني امبورت انا هستورد حاجه من بره، ما دام والاسعار عندي ارتفعت انا هجيب حاجات من بره اسهل والكواليتي كويسة والدنيا لذيذة يعني، والاكسبورت بتاعتي ما بعرفش اصدر لانه الاسعار بقت عندي عالية، فده التأثير بتاعه اندايركت. نرجع مثلا للحتة بتاعت الناشونال انكم، اندايركت الناشونال يعني هو كده مبدئيا الراتب بتاعي مثلا زاد، تمام، الكرنت اكاونت هيقل، تمام، والامبورت بتاعتي هتزيد، انا الراتب بتاعي زاد هستورد حاجات من بره وادلع نفسي. هي كده indirect العلاقة هنا. ال government restriction العلاقة هنا direct، ليه؟ عشان ال government بت reduce ال import بتاع ال مثلا الدولة مثلا لما يعني بتقلل الواردات بتاعتها بإن هي تعمل tariffs وتمام على ال imported goods. تمام، وايه تاني؟ exchange rate. تمام، هنا العلاقة direct عشان ال currency مثلا لما ال value بتاعتها بتزيد، تمام، وما يحصل لها رايز في الفاليو بتاعتها، then الكرنت اكاونت بي ديكريز، والامبورت بتزيد والاكسبورت بتقل. تمام، الاكسبورت نفسها بتقل. تمام، ما بعرفش اصدر عشان الفاليو بتاعتي عالية. تمام، ما حدش يعمل الاسهم دي زي ما انا عاملها ويكتب كتابة، تمام، عشان ده انا بس عشان بوضح يعني. الفاكتورز مثلا هنا افكتنج الدي اف اي اللي هي دايركت، تمام، اللي هي دايركت انفستمنت دايركت، تمام، دي اف اي. وكنت هقول ايه؟ ايوه، ال change in restriction، الفاكتورز افكتنج دي اف اي، الفاكتور اللي هو change in restrictions، الاول حاجه اللي هي الدايركت، هي العلاقه هنا دايركت. ليه؟ هو بيقول هنا لو في opportunities، دايما الopportunity الجديده بتيجي منين؟ come from ايه؟ لما مثلا بيتشال مثلا الجفرمنت بتشيل واحد من الباريرز بتاعتها، فبتكون فرصه، بتعمل فرصه جديده لدوله جديده، مثلا دي ال new opportunities مثلا زي الاتفاقيات اللي خدناها. privatization دي حلقة indirect، انه ال DFI بيعمل motivate by the selling of government operations، بيتم بيع العمليات الحكومية او بعض العمليات الحكومية، فده بيعمل motivate. تمام، ال DFI motivated، هو بيتعمل motivate لل DFI. تمام، بعدين ال potential economic growth دي indirect، indirect زي مثلا بيقول هنا ان ال high potential economic growth، لما الدولة تكون عندها high potential economic growth أكيد ده بيعمل attract لل DFI direct foreign investment. التاكس ريت دي دايركت على طول، اللو ريسك، اللو قصدي اللو اللو تاكس، لو في لو تاكس في التاكس ريت على الكوربريت ايرنينج، ده اكيد هيعمل اتراكت للدي اف اي. الاكسشينج ريت دايركت، بيقول لك ان الكونتري كارنسي لما تكون هي اكسبكتد تو بي سترينث، تمام، يعني ما فيش فلاكتويشن، فيش تقلبات في العمله، تمام، الشركات بتدور ان هي تستثمر فلوسها في الدوله دي. الفاكتورز افكتنج الانترناشونال بورتفوليو انفستمنت،
اول فاكتور اللي هو التاكس ريت على الانترست وعلى او على الديفيدند. دي دايركت على طول، لان الانفستور دايما بيحبوا الدوله اللي هي التاكس ريت بتاعها قليل، ده طبيعي يعني. انترست ريت اللي هنا اندايركت، لان الماني دايما الماني بتروح دايما للدول اللي هي عندها هاي انترست ريت. انا مثلا هروح مثلا احط فلوس في اي دوله اللي الانترست ريت بتاعتها عاليه في البنوك مثلا عشان اخد فايده اكتر، تمام. والاكسشينج ريت هنا اكسشينج ريت اللي هو الدايركت، هنا دايركت لان الفورين انفستور دايما اتراكتد لو اللوكال كارنسي اكسبكتد تو بي سترينث، العمله تكون قويه مش تكون فيها فلكتويشن كل يوم وهي بسعر. بس دي كل حاجه، وربنا معانا ان شاء الله. ركزوا على الام سي كيو والسؤال التلات الاسئله دول، ركزوا عليهم تمام، ويكونوا كده مرتبين وبس، وان شاء الله خير يعني. الدكتور مش عايز اكتر من كده، نبين له الدايركت ولا ان هي دايركت ولا ان دايركت، ونعمل كومنت كده نرضي له زيادة دي هتقل والكلام ده كله وخلاص يعني. فجود لك.